متابعينا الكرام، متابعي موقع ابو كبير ميديا في كل مكان، اهلا وسهلا بكم. هنا شلالات نياجرا النسخه المصريه، هنا القناطر الخيريه، نتابع. الله الله على الشكل والجمال، الله على المظهر، الله يا جماعه على التحفه الفنيه اللي انا شايفها دي، تحفه رائعه، تحفه رائعه فنيه. نتابع مع حضراتكم ونرصد بالصوت والصوره كل حاجه خاصه بالاحتفال، ولكن هنا شلالات نياجرا، هنا شلالات نياجرا، وهنا شلالات القناطر الخيريه، ارخص فسحه في مصر، ارخص فسحه في مصر. هنا بنتابع مع حضراتكم طبعا وجود الناس وتفاصيل احتفالهم. بص شوفوا، بص بص يا جماعه، بص شوفوا. الله 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 اكبر على مصر وشعبها وجمال نيلها. بص شوفوا يا جماعه، لقد حبان الله نيلا جميلا، وحبان الله مناخا طيبا وشعبا مباركا. كل سنة وحضراتكم طيبين. تعالوا هنا القناطر الخيرية فأرخص فسحة على مر التاريخ، 50 جنيه تركب فلوكة اللي احنا راكبينها دي، ب 50 جنيه تركب فلوكة اللي احنا راكبينها دي وتمشي في عرض البحر، يعني نص ساعة كاملة. الله على المشهد يا جماعة، الله على المشهد يا جماعة، الله على المشهد. الله 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 الله, الله. طبعا الجمال ده لواحد اسمه فهد، هو اللي سايق بينا المركب. ازيك يا عم فهد؟ عامل ايه يا عم فهد؟ ايه الاخبار؟ انت عم فهد مكسر الدنيا على السوشيال ميديا، الناس كلها عارفاك هنا القناطر، يعني فهد عرفني بقى بالقصه، عرفني بحضرتك الاول. اسمك فهد، قول لي بقى لك كام سنه بتعمل في هذا المجال؟ انا ساعه دلوقتي يعني المهنه دي مع والدي، يعني ابا عن جد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طب قول لي اكتر حاجه صعبه في الشغلانه دي ايه؟ اكتر حاجه صعبه شويه، صعبة عامة، يعني اللي هي المواضيع اللي انا ماسك فيها اصعب حاجة دي متعبة شوية. متعبة شوية. بس انت ما بتستخدمش بقى الموتور. لا ده على قديمه. لا دي بتبقى معايا دي بفضل شوية دي. ما شاء الله ما شاء الله. في مراكب تانية كبيرة بس الناس ما بتبقاش معاها يعني مبلغ وتاخد اللانش، فبديهم مركب بس بطلع معاهم عشان يعرفوا. طيب قول لي بداية شغلك كان امتى وفين؟ يعني انا شايف انك انت مالك هنا في المكان، عارف في المكان شبر شبر وحافظ تفاصيله. بدأت من امتى؟ كشغل العيد يعني؟ كشغل العيد استعداداتك كانت عاملة ازاي؟ بالتالي احنا بنعمل فايل المراكب بتاعتنا ومبيضة وزينة وكده ومجهزة، ما شاء الله. الله عليك الله عليك. ايه الجمدان ده؟ الجو حلو قوي هنا. انا معايا دي دي، خليه يقعد شويه. ماشي 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 هيا.
ما شاء الله على الجمال اللي احنا شايفينه ده، يعني حاجة في منتهى الجمال. ايه كل سنه وانت طيب؟ الله طيب. اسمه ايه؟ اسمه عبد الرحمن. بتعلموا الصيد؟ بتعلموا السباحه؟ هو ما خاله مأجر المركب بس انا خايف اسيبه لوحده. ايوه فماسك فيه. ده المصرف بتاعك ده؟ انا مصرف ولا حاجه. شكلي يا احمد. هنلف بقى نرجع تمام. افه؟ هنلف كده ونرجع تاني، بس هنلف هناك بقى. لا عايزين دي. غويطة المايه غويطة؟ ها؟ بتعرف تعوم؟ طب ورينا كده. هاتوا هاتوا هنا هاتوا هنا خدوا منه سهل. عدي من هنا خدت وصيد. هنروح عادي. اصلا تعالى خليك انت ارجع.